استاذ فارس. عفوا. ما تذكرتني؟ انا رانيا، كنت بمكتب هنادي لتنظيم الاعراس. رانيا. رانيا، هلا تذكرتك. انا اسف جدا اني ما تذكرتك من اول شيء. انت شو عم تعمل هون؟ انا جاي لعند الدكتور يمان، بتعرفيه؟ اه طبعا بعرفه، انا وحده من اهم طالباته. عن جد؟ الحقيقه انا بس هاي تاني زياره لهون لعنده على المركز. هلا سجلت بالكورس الجديد اللي عامله. 27 طريقه للحصول على السعاده، صح؟ 27. وهلا فيك تعتبرهم صار 28 طريقه، لانه انا رح كون زميلتك بالكورس. ماشي يا ستي، 28، تفضلي. حلو كتير انه طلعتوا بتعرفوا بعضكم، وهذا جزء من مشروعنا كتواصل. هلا انه مو معرفه قويه كتير، بس كنت بعرفه بمرحله من المراحل. على العموم برايي انه فارس شاب طموح وممتاز وذكي جدا، وهذا اللي خلاه انه ياخذ القرار بانه يحفز كل الطاقات يلي عنده ليتخلص من ازمه بسيطه شكلت عبء على حياته بوقت معين. بصراحه انا بتمنى اني اكون فعال بالمجموعه، ويا ريت اقدر ساعدكم مثل ما عم تساعدوني. وانا كمان كتير متفائل وبحسدك على حظك الحلو لانك ضمن مجموعه رانيا، لانه رانيا من اهم الطالبات يلي عم تؤمن بالشي اللي عم تدرسه. حلو كتير. مثل ما بتعرفوا انه المركز الاساسي لقاعة المحاضرات عم نعملها صيانة وعم نعملها ترميم، لانه اعداد الطلاب كل ما لها عم تزداد سنة عن سنة، ولهيك رح نضطر انه ننقسم مجموعات مجموعات 2 2 3 3 لنجتمع ونتواصل هون في مكتبي. وطالما بتعرفوا بعض ما عاد في مشكلة انه تكونوا فريق واحد. بالعكس، هذا اذا فارس ما عنده مشكلة. لا ابدا، بيشرفني انك تكوني شريكتي انسي رانيا. عظيم كتير. وهلأ بدي اياكم تحددوا 3 ايام بالاسبوع، وهالثلاث ايام تكون انتو بتناسبكم لمباشر في الكورس تبعنا. انا من جهتي ما عندي التزام، خلي الانسي رانيا هي اللي تقرر الوقت وانا جاهز.